السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايكروسوفت أطلقت أوركا 2، وده نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي القوي جدا، اللي طبعا هيضيف قوة للويندوز وللأوفيس وكل البرامج بتاعت مايكروسوفت. هو مش بيعتمد على اللارج لانجويج موديل، لا هو بيعتمد على سمول لانجويج موديل، وده بيديله سرعة وبيديله تخطي للمشاكل اللي هي في المنطق، اللي هي بتعتبر عقبة أو يعني نقطة ضعف في اللارج لانجويج موديل. هنا بيبدأ ان هو يتعامل معاه. هو الميزة ان مايكروسوفت سايبة الحاجة بتاعتها اوبن سورس، ما دام موجودة على الهاجنج فيس فبتبقى اوبن سورس. طبعا مش كل حاجة، هو برضو بيبقى ايه حاكم الموضوع شوية. هو حاطط اللايسنس بتاعتها بتاعت مايكروسوفت ريسيرش لايسنس، وماخد حاجات كتيرة من اللاما بتاعت الميتا بحيث ان هو يطور بشكل اسرع. كله دلوقتي بقى يستفاد من بعض. فانا هسيب لكم الورقة ونبدأ ان احنا نقرأ كده التمعن ونشوف ايه الجديد، لان الموضوع فعلا في سباق حميم اليومين دول. تمام اهو، اوريكا 13 بليون برامتر، ده يعني بيعتبروه ان ده يعني ايه سمول الموديل في الذكاء الاصطناعي. تمام، انت ممكن حتى تبدأ ان انت تسطبه عندك، يبقى عندك نسخة منه ان شاء الله.